بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الرابع الأساسي مدرسة الموهبة، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس الأنماط اللغوية، وهو الضمائر المتصلة بالأفعال، الضمير التاء. دعونا أولا طلاب الأعزاء نتعرف على معنى كلمة ضمير. ماذا تعني كلمة ضمير يا أستاذة؟ الضمير هو كلمة تأتي بدلا من الاسم. إذا بدلا من الاسم أضع الضمير، أقول أنت لعبت الكرة. أنت هنا تحل محل محمد أو أحمد أو علي. أنت لعبت الكرة. أنت هنا تحل محل ملك أو سما. إذا الضمير كلمة تأتي بدلا من الاسم، وهو نوعين. النوع الأول يا أستاذة هو ما تعرفنا عليه في الصفوف السابقة، وهو النوع المنفصل، الضمائر المنفصلة. لماذا سميت منفصلة طلاب الأحباء؟ لأنها لا تتصل بكلمة قبلها ولا بكلمة بعدها، أي إنها منفردة لا تريد معها شريك، وهي ثلاثة أنواع. دعونا طلاب الأعزاء نراجع معا أنواع الضمائر المنفصلة كما سبق ودرسناها. كما اتفقنا أنها منفصلة، أي أنها لا تأتي مع كلمة قبلها ولا بعدها، أي تكون بمفردها. أولا الضمائر أولا أنواعها الضمائر المتكلم، مثل أنا ونحن، فأنا هنا للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة، فأقول أنا ألعب بالكرة، أنا أحب الرياضة. ونحن للمثنى والجمع، فنقول نحن طلاب مجتهدون، نحن طالبان مجتهدان. أحسنتم طلاب الأعزاء. إذن ضمائر المتكلم رددوا معي هيا مرة أخرى، أنا ونحن. النوع الثاني طلاب الأعزاء وهو ضمائر المخاطب. ماذا تعني المخاطب يا أستاذة؟ عندما أقوم بتوجيه جملة أو كلام أو خطاب لشخص ما معي في هذه اللحظة، فأقول أنت طالب مجتهد، أنت طالبة مجتهدة، أنتما طالبان مجتهدان. كما تعرفنا سابقا على أن المثنى دائما طلاب الأعزاء يأتي آخره ألف، تسمى ألف المثنى. أنتما طالبتان مجتهدتان. أحسنتم. والجمع هنا أنتم طلاب مجتهدون، أنتن طالبات مجتهدات. سنتم. إذن رددوا معي مرة أخرى نتذكر ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. النوع الثالث طلاب الأعزاء وهو ضمائر الغائب. إننا نتحدث، أي أننا نتحدث عن شخص ليس موجود معي في هذه اللحظة، مثل هي، هو، هما، هم، هن. هيا بنا طلاب الأعزاء ننظر معا إلى الصور التالية الموجودة، ثم نقرأ الجمل على افتراض أن هذا الطالب الجميل أحمد يكتب الدرس. سيقول عن نفسه، يتحدث هو عن نفسه ويقول يا أستاذة كتبت الدرس. أحسنت يا أحمد. ماذا نلاحظ يا طلابي على التاء آخر الفعل كتبت؟ أنها تاء ضمير تحل محل أحمد، أو أن أحمد جاء متخفيا في التاء فقال عن نفسه كتبت الدرس. ضمير متصل يدل على أن المتكلم هو أحمد. يقول أحمد أنا أكتب الدرس، فجاءت التاء بدلا من أنا. نأتي في الصورة الثانية،
ما شاء الله، الطلاب قد انتهوا جميعاً من الكتابة، فقالوا: يا أستاذة كتبنا الدرس. والناء هنا جاءت محل الطلاب أو ضمير الجمع، فعبروا عن أنفسهم فقالوا: كتبنا الدرس. إذن هنا الناء ضمير، الناء ضمير متصل يدل على جمع المتكلم، الناء ضمير متصل يدل على جمع المتكلم. ونلاحظ يا أستاذة في هذا الضمير المتصل، أي إنه اتصل بالفعل، ارتبط بالفعل. إذن حل محل الفعل. إذن محل ده حديثنا اليوم هو التاء التي ترتبط دائما بالفعل ولا تتركه أبدا. دعوني طلاب الأعزاء نستنبط القاعدة ونستنبط القاعدة من خلال هذا النشاط، حيث نقول نستنبط القاعدة من خلال هذا النشاط حيث نقول بالحديث عن الأفعال الآتية من خلال الضمائر، ونرى ماذا حدث. نبدأ بالضمير كتب. أقول أنا كتبت الدرس. إذن التاء في الفعل حلت محل أنا. والمثال الثاني: نحن كتبنا الدرس. إذن كتبنا الناء هنا حلت محل نحن. كتبت الدرس. التاء المفتوحة حلت محل الضمير مخاطب أنت. كتبت. التاء المقصورة حلت محل الضمير أنت المخاطب المؤنث. كتبتما. الضمير تما حل محل أنتما للمثنى. كتبتم. الضمير تم حل محل أنتم للجمع المذكر. كتبتن. الضمير تن حل محل أنتن للجمع المؤنث. المثال الثاني: درس. هيا طلاب الأعزاء أريد أن ترددوا معي الضمائر ونرى ونلاحظ ماذا اتصل بآخر الفعل. درس. درست حلت محل أنا. درسنا حلت محل نحن. درست حلت محل أنت. درستي حلت محل أنت. درستما حلت محل أنتما. درستم حلت محل أنتم. درستن حلت محل أنتن. وكذلك الفعل لعب. لعبت. لعبنا. لعبت. لعبتي. لعبتما. لعبتم. لعبتن. إذن طلاب الأعزاء نستنبط معا القاعدة ونقول أن التاء تتصل بالأفعال وتسمى ضميرا متصلا، فالتاء المضمومة في حالة المفرد المذكر المتكلم، والناء في حالة الجمع المتكلم، والتاء المفتوحة تأتي مع المفرد المذكر المخاطب، والتاء المقصورة تأتي مع المفرد المؤنث المخاطب، وتما تأتي مع المثنى المذكر والمؤنث المخاطب، وتم تأتي مع الجمع الذكور المخاطب، وتنا تأتي لجمع الإناث المخاطب. وفي النهاية أترككم في رعاية الله وحفظه. أرجو أن تكونوا استفدتم من الدرس طلاب الأحباء أعزاء، ويتجدد لقاءنا إن شاء الله في درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.